بالنسبه للفطور ديال دانيا البنات، هندي لها اليوم السومو، درت لها هاد الحلوه هذه اللي كناخذها من ميركادونا، ودرت لها جوج كوكيز وبلاطانو. يعني اغلبيه المرات ما كتاكلش كلشي، من بعد كتمارين دي بيدو تشوف في اخر ديال النهار اكيد غتخلي شي حاجه اكيد. وانا درت لي هاد الفروته هذه، صافي هادشي اللي كاين البنات. ما كنصبن لي هذه من هاد البولطه هذه، يعني كنصبنها ليها مره في السيمانه، ومن الا طمانجات بشي حاجه كنصبنها لها، ولكن يعني الموقع لا حتى شي حاجه، يعني ما توسخات من شي حاجه ضروري ما كنصبنها، يعني صافي باش كي في السبت والحد باش نهار الاثنين تبدا بها نقيه. وهذا ومع الصابون كنت اصلا كتبت بها غير بستيلو بيك، يعني عادي زرق، واحد الزرق بارد تقدروا كون شفتوها في البلوغات الاخرين، ولكن تمسح مع الصابون كنصبنها بزاف تمسح. وانا ناخذ هذا من بالنسبه لنا تقدروا تستافدوا، كاين واحد خاص بالثوب الحق. انا هذا باش نوريكم شنو السميه، هذا البنت واعر، انا بقات نعقل عليه مية مثل المدرسه. هذا كيتسموه بيرمانينتي كما كتشوفوا، يعني كيبقى ما كيزولش مره. لو تكتبوه في السي دي في الديسكو، واخا حتى واحد ما عنده الديسكو دابا في السي دي ديالكم، ولكن تقدروا تكتبوا في اي حاجه مبغيتوش للتحييد، تقدروا مثلا نعرف شي حاجه مثلا بحال دابا انا هذا كتبتها ليها هنايا، ما غاديش تحيد على مكنظن على بزاف ديال الصابون زعما باش تحيد. وها صافي، يعني في المدرسه قالنا ضروري تكتبوا لهم السميه باش ما يتلفوش مثلا، فهمت؟ يعني مثلا طاحت ليها ولا شي حاجه تلقاها زعما تقدر تنساها في المدرسه ولا في الكوميدور، طيح ليها شي بلاصه ما تحسش براسك ملي تكون مثلا من القسم غادي للكوميدور، واخا كاين المعلمين، ولكن المعلمين كيحضروا بزاف ديال الوليدات، تقدر مثلا طيح ليها ولا شي حاجه وهي ما تردش البال، هما ما يردوش البال، يعني غادي شي واحد يلقاها غادي يعرف دانيا شكون، يعني شكون دانيا، شحال من دانيا كاينه في المدرسه راه باينه، يعني شكون هما اللي كاين في تريسانيوس، هما اللي كيستعملوا هاد الموتيلات. وصافي يا بنات، بالنسبه لهاد الموتيله هي اللي طلبوا لنا، هما طلبوا لنا تكون هذه ديال الثوب، كيقول لك بانها سهله باش يهزوا الوليدات مرتاحين، وسهله لنا حتى حنا ما كتاخذش ليها سباس يعني في العلاق، واخا راح تحل الوليدات ما كيديوش هذه، ما عرفتش هما قالوا حتى شي حاجه بحق. انا في الدخول المدرسي في الاجتماع داكشي قالنا ضروري تجيبوا هادو ديال الثوب، وصراحه حنيت عندهم الحق ما كيهزوش ليها سباس، وحتى الوليدات كيجيهم ساهلين في الهزان. صباح الخير. هلو جيرلز، انا يلاه دزت الدرو شارج صار ليا باش نقدر يكون عندي انترنت هنا ملي نكون خارجه للاستراحه، وداكشي يكون عندي الانترنت. وخديت المرسي ديالي وصافي، كما شفتوا وجدت الفروته، ولكن ما غاديش تكفاني ملي نفقت الصباح ما فطرتش مزيان، عرفت راسي ما غاديش تكفاني فروته، لهذا تركت خديت شي حاجه اخرى. صافي دابا غنمشي للقسم ومن بعد نشوفوا. انا ذاهبه الى المدرسه، المدرسة اي جاني تقدر زعما ريسا كان الفلوغ. بنات انا جيت نشريو تشيهيت، هذا كان واحد الدري كياكلهم في القسم وتشيهيتهم يامات المدرسة، شكون البنات اللي قريتو هنايا قالو ميدان زا كتشو، توحشتهم صراحة، شميت الريحة وعرفتهم، مني شميت الريحة بروج شحال ما كليتهمش. المهم جينا نشريو هنايا واحد البازار ديال تشينو انا وجانيت، هي كتقلب كاس انكونترا هوي شتي البنات بحال هادو ولكن ديال الفريز، كناكلها بزاف جامبرز. كانت حاجه دز عليا كوال سي برو سيرا كسورو كوستار اون يورو شو كيلو يتاس. شوف شوف كيف كان بحال ديال المغرب، هذا بيمو هنا ما كتلقاش بحال هكا بيمو مفروق بالنسبه لنا في المغرب، يعني خصك تشري الباكيت هنايا كيبيعوا هادشي مفرق، شفتو يعني كتلقاو قليل باش كتلقاو شي محلات كيبيعوا هادشي مفرق، يعني اللبياسه وحده. صافي البنات دابا خرجنا من القسم، كما قلت لكم طرت شي بوطاطو يعني تاعي راه كتاكل كاع ورد كل يوجنا لبست، بس نمشي للتران لحقاش كاين الشمس هنا بزاف ما كيبانش، نمشي ستاسيون ديال التران، الزيف ديالي ما عرفت مالي مع هاد النهار تاني، هاد الفلوغات كلهم كنهضر لكم على الزيف. ها انتم البنات هادشي اللي بزاف الزيف الكرونا، هادي اللي كتوريتكم كونفيرس والكارطابل ديالي بس enseñando que pues estoy. Ya me imagino, no entiendo nada. Ahora me vas a entender. Ay, نعم حيت الاكسسوار ديال البارح عجزت، شفتوا داكشي واش ديما كندير الساعه ديالي والخواتم ديالي ديال ديما، لحقاش من النوع اللي كنعجز نبدل لي زاكسسوار كنعجز البنات، لهذا شوف ديال البارح فاش مشيت للسوع هما اللي باقا لابسه. صافي حنا دابا غنمشيو غنتسناو شويه ما كاينش الساعه باش غيجي التران. دابا رجعنا البيت غنمشي نشري الخبز من الديه، لحقاش عندهم واحد
واحد البوكاليو صغورين وزوينين ورطبين كيعجبوني بحال هكا المدرسه. ما كنبغيش نجيب يعني خبز بزاف، غير شويه بحال هكا صغاور. دابا نوريهم لكم، الا لقيتهم في الصباح كانوا بالحق، دابا ما عرفتش باقيين. شوفوا دابا هادشي ديال هالوين، شوفوا جابوا هادو. ايه على حسب التشالنج اللي كيبغي يديرها التشالنج. ها هما البنات شفتوهم صغارين، ما عرفتش شحال كتجي من وحده، ولكن صراحه كيجيو زوينين في الفطور كما قلت لكم. ولا هذا وصافي نمشيو دابا قبل ما يمشي عندنا الدران. مشيت البنات كي تاكراسا، واخا انا ما عمري استعملت هذا، كنستعمل ديال ميركادونا. بالحق ما عنديش الوقت باش نمشي، غنجرب هذا هاد المره نشوف كي داير. وهذا الثمن ديال دير اورو 70 يمكن، لكن مجربينه قولوا لي عليه في التعليقات، انا صراحه هذه اول مره. جبت واحد الباكيتيس ودابا انا غادي للدار. صافي البنات انا دابا يلاه وصلت للدار. عرفتي عييت يدي هاد اليد مات عليا بداك الشيء اللي كنت هازه في يديا. المهم هادشي ما نقدرش نوريه لكم، ان شاء الله شي حاجه تمشي ديالي شي حاجه ديالي غتشوفوهم في فيديو ان شاء الله. ماجي بلاتي نشوف شنو كاين، نشوف شنو نقدر نوريكم. بغيتي نشوف عرفت الحراره شنو عارف شنو وصل البنات. هادو لي زاكسوار شنو كيجاو هنايا، انا نوريهم لكم على الفوق الفوق، ولا ان شاء الله نوريهم لكم فيديو ديال الاكسسوار خاص. انتما البنات بالحق نوريكم على الفوق الفوق شي بينك كيحمق كيحمق. شفتوا هذا الخاتم هذا كنحمقني شفتوا عندهم. المهم ان شاء الله غتشوفوا داكشي، ندير لكم واحد الفيديو خاص نوريكم هادشي كيفاش كيجي من البوس. شوفوا هذا كيجي بحال هكا. المهم الاكسسوار كيحمق كيحمق، خصنا الخاتمات الصغار كيعجبوني كيجيو سامبل وزوينين في اللبس. البنات كما شفتوا هادشي نقدر نوريكم، داكشي الاخر ماشي ديالي يعني، هذا واحد الباك ماشي ديالي، واحد دابا تشوفوا ان شاء الله في ديك الساعه في الهول ديال الحوايج. لاني الحوايج صراحه واخا نوريهم لكم من الفوق الفوق ما اديو حتى شي فكره، لهذا خلي حتى ندير لكم فيديو خاص عليه ان شاء الله. واش بغيت نقول لكم عاود ثاني، المهم قلت لكم البنات دزت راكم شفتوني في دزت الديات قديت شي صوتي كيبان عيان حقا صراحه، عييت صراحه ما كيجي فين هاد الوقيته صافي حتى نتخسخ، خصوصا الشمس لانه داك الطريق من المدرسه للتران عاوتاني من التران مشيت حتى للكوريوس، لانه وصلوني ميساجات ميكس في القسم بانه كوريو يدوز يحط ليا باكيتيس، وقلت اوف مشكله غير خصني عاوتاني ندوز كارتيرو. واخا هما كيزدوا مع الجونس ولكن كيقول لي انا الكارتيرو اللي كيجيب لي الباكيتيس، الا كان عندك الوقت قدرتي دوزي من جوجونس حتى 3:30 دوزي وهزي الباكيتيس ديالك اللي ما قديتش نجيب لك سينو حتى الغدا وسيري لوفيسينا. صافي داكشي اللي درت، كي خرجت من التران مشيت ديريكت لتماك وجبتهم حسن ليا من غدا، لحقاش غدا عاوتاني غادي يجي يقدر يجيب لي شي حاجه، ولا غدا عاوتاني خصني نمشي نجيبهم قبل جوجونس، لهذا قلت حسن نمشي دابا مع نمشي دابا مع الثلاثه حسن. وصافي البنات دابا غنوض نتغدى وغنرتاح واحد شويه باش نمشي نجيب داني. عرفتي تسخسخت والله الا عييت عييت، ومن بعد ديك الساعه نشوف الا قديت وغنهضر لكم على قبل ما نمشي نجيب دانيا، وغنعاود لكم ان شاء الله على الانفورماسيون عاوتاني. نزيد لحقاش سولتوني عاوتاني واخا درت لكم داك الفيديو باقيين كتسولوا على شي حوايج ديال المدرسه يعني البنات اللي بغيت تقراو هنا ونعطيكم انفورماسيون. ما دابا صراحه عييت عييت، نمشي البنات حتى نتغدى ونرتاح شويه عاد باش ديك الساعه نهضر معاكم. اصرا شفتوا البنات حتى في صوتي، يلا نتلاقاو من بعد. كما قلت لكم غنمشي نتكى واحد شويه نرتاح، واخا واحد 10 دقائق استعت والو وما قديتش لحقاش ما خلاونيش في الجروب ديال القسم، خليت مع كنخلي الويفي شاعل تجيني بحال هكا شي هي ماضا في الواتساب ولا هذا. المهم بداو كيهضروا على شي ديال القرايه، قلت ماشي مشكل نطفي الويفي هاد 10 دقائق ما دات ما جات النعس نرتاح شويه. واخا 10 دقائق ويجي كوريو جاب لي هادشي عاوتاني، ماشي كوريو هادوك ديال التوصيل، هادو حاجه توصلني ماشي كي حمق البنات. ان شاء الله غنشارككم ملي يوصلني كلشي، حقاش باقي ما وصلنيش كلشي، ونشارك معكم كلشي. انا كنحل ديما نشوف اشنو وصلني باش نرتاح سينو ما نقدرش يعني، قليل باش كندير لكم انبوكسينغ لحقاش ما كنديرش ما كنصبرش خصني نشوف اشنو وصلني. المهم كما قلت لكم غدا عندنا بحال واحد الاجتماع ديال القرايه في القرايه، عاود ما نمشيو نقراو في القسم نمشيو واحد البلاصه كيهضروا يمكن على شي ديال الخدمه، واش كيفاش تقلبوا على خدمه، ولا كيفاش زعما بغيتوا تمشيو شي انترفيستا ولا. مهم صراحه ما عندي حتى شي فكره لحقاش نهار اللي المعلم شرح هادشي ما كنتش انا في القسم، غير دابا في الجروب فهمت شويه من داكشي وصافي. وعرفت في اليوم في القسم قالنا المعلم بانه فكرنا زعما راه غدا كاين معلم اخر بانه غدا عندنا هذيك الاجتماع ولا ما عرفت شنو هو صراحه. المهم غدا ان شاء الله غادي نسجل ولا مين سالي نشرح لكم شنو درنا صراحه، انا والله ما عرفت شنو. غدا ان شاء الله غنمشيو نجيب لكم الانفورماسيون لحقاش انا براسي الا سجلت اكيد.
المهم دابا باقي لي واحد 7 دقائق باش نجيب دانيا. انا هضر لكم شويه على القرايه لحقاش شفت بزاف ديال الناس مهتمين في البلوغات اللي كنحط على القرايه. هنا البنات بالنسبه لكم اللي ما عمرها قرات نهائيا نهائيا هنا في اسبانيا ولكن قرات في المغرب مثلا كانت واصله للكاتريماني تقدر تجي هنا يمكن خصك دير غراد وادو كامل يعني تقرا ترسيرو وكوارتو. راه واحد البنت مابقاش عقلت شنو قالت لي ترسيرو واش هو التروازيام ولا مع الكاتريام ما عرفتش صراحه شنو هو نسيت. المهم بنات اللي عارفه عاوتاني قولوها في التعليق على حساب البنات الاخرين باش يستافدوا البنات اللي في المغرب. المهم الا كان عندكم واحد المستوى يعني هابط مثلا ما عرفتش واش الباك تقدروا مثلا هنايا تجيو وتحسب لكم وتزيدوا تكملوا قرايتكم ولا تكملوها ولا ما يتحسبش. على ما قالنا المعلم ديك المره قالنا يقدر صيفطوا برا ما عقلتش عقلت ديك البلاصه كتصيفطوا لها البرا باش يقولوا لكم واش تقبل لكم هذا الباك ديالكم يعني غتزيدوا تكملوا مثلا شنو خصكم تزيدوا ولا غتعاودوا الباك ولا غتعاودوا الجرادواد. الجرادواد البنات هو واش الشهاده يمكن ولا ما نعرف في المغرب والله ما عرف شنو هي. المهم الجرادواد كتسالي وكدوزي الباك. هنايا كندوزو الباتشيرات واحد وباتشيرات جوج لحقاش انا كنقراو بريمير باتشيرات و سيكوند باتشيرات وعاد باش الونيفرسيتاد ولا تقدري ديري جرادو ميديو. المهم واحد شنو كيدير. لهذا الانفورماسيون المهمه هي انك الا كنتي في المغرب سيتي تقدري تجي هنا تقراي جرادواد هادشي اللي كان قال لي انا المعلم ديك المره. يعني تقدروا تجيو تبداو هنايا الجرادوادو يعني من الترسيرو وديروا كوارتو دو لايسون بعد دوزو الباك وتكملوا داكشي اللي بغيتو. كنتو قريتو هنا وخليتو القرايه نفس الشيء. الا كنتو خليتو القرايه مثلا نجحتو ترسيرو وباقي لكم كوارتو ترسيرو ما غتقراوش غادوز ديريك للخيزدوس لحقاش الخيزدوس هو الكوارتو يعني تهنيتو من داك ترسيرو. مثلا بقاو لك درتي ترسيرو درتي كوارتو وسقطتي مثلا خمسه المواد في كوارتو دو لايسون غادي تقراي كوارتو هنايا يعني دوك المواد اللي نجحتيهم ما غاديش تقرايهم يعني صافي راه عندك ناجحه. مثلا نجحتي انجليزيه ونجحتي سوسيال ونجحتي هادو ونجحتي هادوك المواد صافي راكم راكي ناجحاهم ما غاديش تعاودي تقرايهم. يعني غادي الكوارتو غتقرا غير المواد اللي بقاو لك. يعني صراحه هادي شي حاجه مزيانه لهاد البنات اللي كنتو درتو كوارتو وقع يعني ما كملتو سقطتو شي مواد وصافي خليتو على جنب لانكم فيكم ما ترجعوا تقراو ثاني كلشي من جديد. مثلا في اسكولا دي ادولتوس غادي يسهلوا عليكم القضيه لانكم الا بقات لكم غير 4 المواد ولا 3 ولا 5 كتجيو تقراو غير دوك 4 المواد ولا دوك 5 المواد. صراحه هذه حاجه مزيانه بالنسبه للبنات اللي كتسولوني على ما عرفتش شي مسؤوليتني يمكن اللي عندكم زعما مستوى عالي في الدراسه في المغرب وجيتو لهنايا ما عليكم غير تمشيو. اول حاجه تسولوا كاسا كولدورا انا يعني هي دار الثقافه كنظن كنت قلتوا لي البنات يعني دار الثقافه يعني سولوا على كاسا كولدورا في البويبل ولا المدينه اللي نتوما ساكنين فيها قوليهم بغينا كاسا كولدورا. اكيد كلكم تكونوا تعرفوا ولا ما عرفتوش سيروا كاسا كولدورا الا جيتوا سولوا على كاسا كولدورا فين جات غتمشيو تما كيعطوكم جميع الانفورماسيون. اكيد غيخصكم شي حد يترجم عليكم وغادي تديو ليهم مثلا دوك الدبلومات اللي عندكم ولا داك المستوى الدراسه اللي وصلتوا ليه العالي اللي وصلتوا ليه وغادي تقول لهم بغينا حنا هاد نشوفوا واش هذا كيبالي لينا هنا في اسبانيا ولا لا وشنو خصنا نديروا باش نعرفوا شي بالي ولا لا. هما كيعطوكم واحد العنوان كتصيفطوا ليه هذاك سميتو واش لمدريد يمكن وهما كيقول لكم ديك الساعه يصيفطوا لكم مدريد يردوا عليكم واش كيبالي لكم هذاك الشيء داك الشيء اللي وصلتوا ليه ولا لا ولا خصكم تعاودوا واحد مثلا واحد العام ولا عامين. مهم على حسب يعني هذا الشيء كلشي غتلقاوه البنات في كاسا كولدورا. كاسا كولدورا غيكون عندهم جميع الانفورماسيون ولا مشيتوا كاع لكاسا كولدورا لقيتو ما عندهمش هاد الانفورماسيون غتسولوا على اسكولا د ادولتوس غتمشيو كاسا كولدورا غتسولوا على كاسا ادولتوس. لا ما عطاوكمش انفورماسيون على هاد الشيء ديال القرايه غتسولوا تما في كاسا كولدورا قولوا معفاكم عطوني مثلا العنوان ديال كاسا ديال اسكولا د ادولتوس غتمشيو لاسكولا د ادولتوس غتسولوا شي واحد اللي متكلف يعطيكم الانفورماسيون سولوا ديك الساعه على داكشي اللي بغيتو تسولوا واش يخدم ليكم ولا لا. لحقاش انا ما نقدرش نعطيكم الانفورماسيون لان اصلا حتى واحد ما يقدر يعرفها غير هذوك الناس اللي في مدريد يعني هذوك الناس اللي متكلفين بهذا الشيء. لانه واحد السيده كان وقع عليها نفس الشيء يعني كانت عندها ما عرفتش عقلت عندها واحد المستوى عالي يعني كانت كتقرا في كاريرا ولكن من جات من البلاد من البلاد ديالها لهنايا ما صفر داكشي مدريد ما قبلوش ليه واضطرت انها تعاود كل شيء من جديد. يعني كاين اللي كيقبلوا ليه وكاين اللي لا. لهذا ما نقدرش نقول لك لا انا لا المعلم لا حتى شي واحد يعني خصك عاد تعرفي العنوان داكشي صراحه ما عنديش. لهذا كل بلاصه يمكن كيصيفطوا شي بلاصه لهذا غير سولوا. انا المهم نعطيكم غير راس الخيط باش تقدروا تمشيو تتبعوا داكشي ديالكم سولوا في كاسا كولتورا ديالكم ولا سولوا على في كاسا كولتورا كاع ما عطاكم شي انفورماسيون قلت شي واحد ما عمرش لكم ما حسيتوش بان راسكم عمر بالانفورماسيون سولوا على كاسا على اسكولا د ادولتوس وهما غادي يعطيكم ديك الساعه جميع الانفورماسيون. كنتمنى نكون فدتكم البنات يعني هادشي كلشي تقريبا لخصتو لكم كاع الا وحلتو باش انا ما ندوخكمش ولا انا لاني كنسى شحال من حاجه ما نقدرش نقول لكم كلشي مشيو غير كاسا كولتورا تما غادي تلقاو جميع الانفورماسيون وصافي. كنضر قلت لكم جميع الحاجات اللي تقدروا تستافدوا بالنسبه للبنات باش ديروا هذا الشيء اللي كندير انا يعني غرادوادو. راني قلت لكم الا كان عندكم ترسيرو ناجح ما عليكم غادوز ديال الكوارتو وغاديروا غير المواد اللي كنتو يعني اللي بقاو لكم. اما اللي ناجحين راهم ناجحين
وصافي. ولا ما كنتوش قريتوا لا ترسير عندكم ساق ترسير وكوارتو وسغوندو بريمير وغادي تقراو غير ترسير وكوارتو يعني سغوند بريمير وسغوندو ما كيتحسبش لانك صافي لعبتي المستوى ديال الترسير والمستوى ديال الكوارتو صافي عند غرادوال لان واخا دوبلتي في البريمير يعني في السيكستو بريمير ولا ايسو داكشي نو وسغوندو كيتحسب دابا غير ترسير وكوارتو لانه صافي لعبتي ترسير وكوارتو ما عندنا ما نديرو بالبريمير وسغوندو لانه صافي يعني المستوى هابط على المستوى ديال الترسير وكوارتو. لهذا ان شاء الله البنات مثل باقي صغارات ولا كبارات ولا يعني حلمكم تكملوا القرايه ما كاين ما سهل من هذا يعني كيعطيهم لينا في كما كنقولوا في طبق من ذهب اكيد ما غاتجيك سهله انك مشي تريحي وغاتجي وادي الامتحانات نجحي خصكم تحفظوا شويه خصكم شويه كما قلت لكم تكونوا باغيين ديروا داكشي باش توصلوا سينو نو وديك الساعه صافي يعني تقدروا تكملوا قرايتكم تقدروا مثلا كنحلمكم بنات لي مثلا جاوا لهنايا وعندهم اللغه حلمهم يوصلوا بعيد يمشوا للجامعه وداز الوقت وندموا لانهم ما كملوش قرايتهم هذه هي الفرصه انكم تكملوا قرايتكم. البنات انا كنشجعكم والله يعني خصوصا البنات اللي ما كانش عندكم زعما المسؤوليه ولو تكون عندكم مسؤوليه اللي كيعرف ينظم راسو راه يقدر واخا انا الصراحه كنظن الجامعه محرج نقدر عليها مع هذه المسؤوليات اللي عندي محرج نقدر على الجامعه ولكن من قال من هنا نكمل انا هذا الجرادوادو من هنا العمل 3 سنين ديك الساعه واخا نكون مريحه يكون عندي ديك الساعه الوقت فارغ هاني حيدت عليا هذا الجرادوادو ديك الساعه ندوز للباك وندوز الجامعه من قال لهذا قد ما لقينا واحد العام ما كنديروا فيه حتى شي حاجه غير مريحين في الدار نقراو نحيدو عنا غرادوادو العام الاخر ما عندنا ما يدار نخدمو نديرو داكشي خصنا يدار العام الاخر يقدر ما عندنا ما يدير عاوتاني نديرو الباك وغادي هكاك من قال ما يجي فين نوصلو عندنا ما عرف ربعين عام ولا ما نعرف تكون عندنا واحد الكاريره ما تعرفي يعني كلشي ممكن لهذا حنا ما نخليوش الوقت فارغ عندنا شنو شهر 9 هذا غادي يدخل هذا العام هذا الكورس وهذا وما عندنا ما عندناش شي حاجه يعني اللي نديروها ندخلوا نقراو القرايه ما عمرها غادي تضيع لكم ديما غادي تبقى تزيد لكم في المرتبه ديالكم في الثقافه وحتى في يعني غتنفعكم حتى في الخدمه وفي المستوى الدراسي ديالكم يعني شي حاجه اللي هي مزيانه غتفيدكم سي او سي ما غاديش تضركم حتى شي ناحيه ماشي بحال صراحه ملي كنخليو الوقت يضيع انا يعني ما ضيعتش الوقت بزاف في حياتي ولكن سي كنقول ضيعته بالنسبه للقرايه ما بقيتش غير مريحه ما كندير والو ولكن تيبقى فيا الحاله صراحه لانني ما وصل ما كملتش القرايه في وقتها ولكن ماشي مشكل ماشي انا زعما كنتغير انا ما بغيتش وصافي سينو الظروف وصافي لهذا كننصحكم يعني ما تخليوش الوقت يضيع حاولوا تعمروا بشي حاجه سي كيجيك صعيب تنوضي الصباح بكري كيجيك صعيب تحفظي في الامتحانات ولكن والله ملي كتفيقي وكتمشي تقري كتقولي واو الحمد لله ملي دخلت نقرا عاوتاني ملي كيدوز الامتحان وكتنجحيه واخا كتعبي واخا كتعصبي واخا كدوز عليك كيدوز داك الوقت تقولي الحمد لله غير من حفظ الحمد لله غير من درت شويه المجهود هاني شديتو وحيدتو عليا يعني دائما داكشي اللي كنتعبوا عليه في الاخر كتقولي واخيرا والحمد لله وكنفرحوا بزاف 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 لهذا كنشجعكم البنات رجعوا تقراو يلا خليكم في الجيب دانيا راني تعطلت عليها شي مزيان اي كحفيز شو هذا ما بقيتش ديري بحال هكا اي حشومه واش تعلمتي في هاد الكوميض قول قريتي اليوم اي متخاصمه غيضحكوا عليك البنات شي شي غيضحك عليك البنات شتي اي كاسكو ها نمشي عند الميمه يا نمشي مع الميمه الطبيب قريتي مزيان اليوم اسكو مي دو موي بيان شنو درتي اسكو الرياضه سي وشنو درتي اخر باقي انت كتهضري بالاشاره مهم لا سينيو زوينه لا سينيو زوينه الكولي زوين عندك الكولي زوينه دنيا موي بيان مهم بنات ما قلت لكمش دابا نمشي مع ماما للسبيطار نمشي مع البابا تقول برك يدرا ظهرها صافي ديك ساعه المهم نمشيو نلعبوا في الباركين ما عندكش باركي يلا داني شفت الباركي فهاد تمشي لي هو الاول صحاب لا جايين يلعبوا ما كتقراش من الباركي وقلت لك في الكوميدور عندهم باركي وكلشي حتى الكوميدور عندهم زوين زعما فيه الالعاب اخوانتي المهم التليفون ها اخوانتي المهم التليفون درتي لعب بوحدك ايه حداك والله مش ديرك لي شو الجيل هذا خطر جيت في الدار جربت تاني
يلا نمشي يلا نمشي يا مامي. حمقى تي صافي دغيا تقلقات دغيا فرحات زيد دابا نمشي.